عناوين الأخبار. مشروع سكني جديد لفائدة أعوان وزارة التربية. أريانا هدم بعض المساكن المهجورة بشاطئ رواد. لجنة قيادة مشروع قنطرة بنزرت الجديدة تصادق على مختلف مراحل الدراسة. زيارة عمل تفقدية لعدد من مشاريع البنية التحتية في ولاية سليانة. جربة جرجيس ارتفاع نسبة الحجوزات إلى 70%. صالون البناء والمنشآت المعمارية باتي مغرب إكسبو أكتوبر 2016. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. مشروع سكني جديد لفائدة أعوان وزارة التربية. أكد مدير عام ديوان مساكن أعوان وزارة التربية نور الدين برجب على هامش إعطاء إشارة انطلاق بناء الحي السكني التربوي بالمنيهلة أن المشروع يهم تقسيم وتهيئة 7 هكتارات من أجل بناء ما يعادل 120 شقة، وأضاف أن كلفة المشروع قدرت في مرحلته الأولى ب3 مليون دينار، مشيرا إلى أنه لا يقتصر فقط على توفير مقاسم بل كذلك بناء وحدات سكنية. أريانا هدم بعض المساكن المهجورة بشاطئ رواد. أشرف ولي أريانا مهدي الزاوي على تنفيذ قرار هدم لمساكن مهجورة واقعة على حدود الملك العمومي البحري بشاطئ رواد، وكان ذلك بمشاركة الشرطة البلدية وبلدية رواد وممثلين عن وكالة حماية الشريط الساحلية. لجنة قيادة مشروع قنطرة بنزرت الجديدة تصادق على مختلف مراحل الدراسة. عقدت يوم الثلاثاء المنقضي لجنة قيادة مشروع قنطرة بنزرت الجديدة جلسة عمل لعرض نسب تقدم المشروع على مستوى الدراسات وانطلاق الأشغال بإشراف السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وتتكون لجنة القيادة من البنك الأوروبي للاستثمار ممول دراسة المشروع بواسطة هبة ومكتب الدراسات التونسية الإسبانية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. زيارة عمل تفقدية لعدد من مشاريع البنية التحتية في ولاية سليانة. أدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد محمد صالح العرفاوي زيارة عمل تفقدية لعدد من مشاريع البنية التحتية في ولاية سليانة رفقة ولي الجهة والمدير الجهوي للتجهيز وإطارات الوزارة المركزية والجهوية. واستهل الوزير زيارته بمعاينة فتح حوزة الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين الفحص وسليانة لأعداد انطلاق أشغال مضاعفته على طول 65 كيلومتر، ليتم بذلك ربط مدينة سليانة ومدينة الفحص بتونس العاصمة. جربة جرجيس ارتفاع نسبة الحجوزات إلى 70%. أكد المندوب الجهوي للسياحة بمدنين أحمد الكلبوسي أن العشرية الثانية من شهر جويلية شهدت انتعاشة كبيرة في المؤشرات السياحية بجهة جربة جرجيس، مضيفا أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 87% في عدد الوفود السياحية. وأضاف الكلبوسي أن 32 ألف سائح وصلوا إلى جهة جربة جرجيس خلال هذه الفترة، لتبلغ نسبة عدد الليالي المقضاة في النزول هناك 70%. صالون البناء والمنشآت المعمارية باتي مغرب إكسبو أكتوبر 2016. سيتم تنظيم الدورة 11 لصالون البناء والمنشآت المعمارية باتي مغرب إكسبو، وذلك من 19 إلى 21 أكتوبر بيوتيكا تونس. ويشارك في هذا الصالون أكثر من 5000 مهني في مجال العمارة والهندسة المدنية وأكثر من 100 جناح عرض، كما سيتم تنظيم ندوات وورشات علمية وتقنية لإبراز البراعات والابتكارات الجديدة من أجل تطوير جودة البناء والتحكم في الطاقة. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى آخر نشرتنا العقارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.